تمشيشي بعد ما تضرب الدزة تقول سليمان هو اللي قتل عثمان. عاونونا في القبضة على قاتل عثمان، عاون بلادك واضمن مستقبل ولادك. توصل لي ولدي لحدود الجزائر، خليني نبه عليك. شو ولدي أمانة في لخلوخك. سيد وزير، شو تعمل في بيروي لنا في الحالة هذه؟ كاسح شوية الباب هذا ما عرفنيش في الصغرى. انتوما تعرفوا الناس كل اللي المجرم ديما يرجع مسرح الجاي. ها؟ لك علاش أنا عندي مدة وأنا نراقب في الدار هذه.